وصلنا لمحطتنا قبل الأخيرة. أكيد سلمى، ويمكن هالمحطة بتهم كثير من الناس، خصوصا خريجي الجامعات، لأنه بعد مرحلة التعليم الأكاديمي والتخرج من الجامعة دائما بتكون هم الطالب هو الحصول على فرصة عمل والدخول إلى سوق العمل، لكن بطريقة سليمة ليترجم طموحه على أرض الواقع. أكيد نور، رح نحكي اليوم بصباحنا، رح نتعرف على منصة التوظيف جوب جيت، المنصة يلي عم تسعى تكون هي الوسيط بين اللي عم يبحث عن فرصة للعمل والتوظيف، وأيضا عن الخيارات المتعددة والمتاحة للوظائف الموجودة. طبعا رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع، عن الخبرة اللازمة أكيد للحصول أيضا على الوظيفة، عن هي المعادلة بشكل عام، مع ضيفنا لليوم بالاستوديو الدكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم، صباحكم سوري وغير. يسعد صباحك. يمكن خطر لي بالبداية، جائحة كورونا مش فقط أثرت صحيا وطبيا ونفسيا، أثرت اقتصاديا بشكل كتير كبير عالميا. اليوم عم نمر يمكن بأكثر مرحلة فيها نسبة بطالة حول العالم، فهيدا المشروع قديش مهم اليوم وجوده على أرض الواقع. لما أقول أنا منصة التوظيف مع هي الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصا ببلدنا في كتير من الشباب عندهم طموح وعندهم إمكانيات، دائما بنقول إمكانيات الشباب السوري رغم كل الظروف إمكانيات إبداع وتميز. هيدا الموضوع مع ظل هي الظروف العالمية، قديش مهم هي الفكرة، كيف إجت، كيف قدرتوا تبلشوا فيها؟ تمام. هلا ما بيخفى على اي حدا من المشاهدين انه صار هلا اثناء الازمه، بالخص جائحه الكورونا الكوفيد 19، انه صار كل العمل عن بعد. صحيح، يعني صارت كل الاجواء، كل واحد بيقول لك بيشتغل من بيتك ريموتلي، يشتغل عن بعد باستخدام الانترنت اونلاين، باستخدام الايميل، بريد الكتروني، شو ما يعني كل هاي البرامج ووسائل التواصل والوسائط اللي هي حلت محل العمل عن قرب. فنحن بهالفتره هي كنا بشهر 11 من 2019 عم نطلق منصة التوظيف، اللي هي عبارة عن مهمتها الأساسية مهمة التشبيك بين الباحث عن عمل وبين الشركة اللي طالبة للموظفين. بآخر شهر واحد أطلقنا المنصة، وكانت بفترة تجريبية، بس ما توقعنا أنه النجاح والإطلاق السريع تبعها، لأنه كأنه ناسبت الأزمة الموضوع تبع المنصة. الناس قعدت بالبيت، صارت عم تبحث عن وظائف عن طريق الانترنت، في أشخاص حابين يطوروا حالهم هالفترة، فلحنا قدرنا نجمع عدة أفكار. المنصة كانت هي عبارة عن جزء من مشروع كتير كبير لنا للجمعية، جمعية الموارد البشرية، هو المشروع الكبير اسمه المشروع الوطني للتشبيك وبناء الكفاءات في سوريا. فالمنصة كانت هي عبارة عن وسيلة لوصل الباحث عن عمل، وليس فقط أنه وضع سيفيته على المنصة، نحن بنساعده يبني سيفيته، بنساعده ياخذ بعض الملاحظات عن مقابلة العمل، وبنساعده أكثر أنه يحدد شو الوظيفة اللي بده إياها. فهي عدة مهام، هي عبارة عن إرشاد وظيفي داخل المنصة. هذا اللي أنا كان بدي أسألك عنه دكتور، وهذا المختلف حقيقة بمنصة جوب جيت. اليوم لأنا أقدر أحصل على وظيفة، في عندي معاملة، مو معاملة طويلة وقصص كتير بدي لأوصل لها، في معادلة صعبة اللي هي قلة فرص العمل بالسوق وكثرة الأعداد من الطلاب والخريجين والباحثين عن فرص عمل. كيف قدرتوا تلاقوا ولو حلول بسيطة لهي المعادلة ضمن جوب جيت؟ احنا طرحنا مفهوم جديد، اللي هو المنصة هي لازم تكون مجانا للطرفين. يعني احنا اول شيء غير مأجورة، لم ناخذ من الشركات اي اجر ولم ناخذ من طالب العمل اي اجر. فهي منصة اول شيء بنساعد طالب العمل على بناء السي في، اذا هو ما بيعرف يكتب السي في احنا في معلومات بنسألك عليها تنزل بالقالب، فيك تطبعيها، صار عندك سيرة ذاتية وباللغتين، بالإنجليزية وبالعربية. الشيء الأهم من هيك كمان، في بعض الملحوظات بنعطيها، مسجلين أكثر من 20 فيديو لحنا، بنساعد كل واحد على أي مرحلة من مراحل التوظيف، بداية العمل، بروتوكول العمل، إتيكيت التعاطي داخل العمل، إدارة الوقت، إدارة التفاوض، كيف دورة تدريبية يعني للتوظيف، بس هي بملاحظات بطريقة كتير خفيفة. يعني ما بتحسيها درس، هي بتحسيها عبارة عن توجيهات عملية ومصورة كمان. والأشخاص اللي ساعدونا فيها دائما هن ناس صار لهم أكثر من 10 سنين خبرة في سوق العمل. يعني أنا عن نفسي عطيت عدة محاضرات، وزملائنا كلياتهم بالجمعية عطوا عدة محاضرات، وأي مدير عم يقدم بس يعرف أن المنصة مجانية وعم تقدم خدمات للباحثين عن عمل، عم بيقدموا تطوعا كل هاي الخدمات. الشيء الأهم من هيك أنه الشركات وقت عم تعرف مجانا وفيها مسؤولية مجتمعية عم تعلن كل وظائف. يعني احنا عندنا حاليا اكثر من 41 شركة هن كبرى الشركات في سوريا، وليس فقط في دمشق، بكل المحافظات عم يحطوا. قبل هاي المنصة احنا عملنا استبيان بسيط، اللي هو سألنا غرف التجارة وغرف الصناعة وغرف السياحة شو هي اهم الوظائف الموجودة بشركاتكم،
لحتى نعلن عنه وندرب الباحث عن عمل على أقل ما يمكن من المهارات. فنحن جمعنا بالاستبيان أهم الوظائف الموجودة. فهلأ إن شاء الله بعد نهاية الأزمة حندرب بمجموعة بباكيج كتير كبير للمهارات اللي هي أكثر طلبا في سوق العمل في سوريا وحسب المحافظات. جمعنا أكثر من 19 مهارة المطلوبة، أكثر مهارات مطلوبة داخل أي شركة من شركات سورية بغض النظر عن نوع الصناعة، سواء غذائية ولا سواء كانت اتصالات ولا سواء كانت ألبسة، حطيناهم كلياتهم. في شيء كمان بنحب ننوه عليه، إنه نحن في عنا التدريب داخل الشركات، هذا منصات ما أنا قدمته قبل هيك. يعني نحن عم نأخذ فرص الانترنشيب، التدريب المهني داخل الشركة قبل ما يتخرج الطالب، وهالشيء هذا عشان يكون له فرصة أكبر بالتوظيف. يعني عم يعمل مثل ستاج جوات الشركة، بيتخرج هو داخل دراسته عم يقدر يشوف الشركة من جوا. يعني بيصير في عقد، احنا بنسميه عقد اجتماعي بينه وبين الشركة. إذا عجبته الشركة وشاف الشركة هي من جوا مثل ما بده تماما، والشركة بالمقابل شافت فيه البوتنشال والاحتمال الجيد لها، فبيصير بعد ما يخلص التدريب بيقدموا له عرض عمل، وهو بنفس الوقت بيتقدم على الشركة كموظف بفول تايم، خلينا نقول بوقت كامل. طيب في كثير من الناس بيخطر بباله كثير من الأسئلة، خصوصا الباحثين على فرص العمل، وبما أنه فرص العمل قليلة في عامل كثير بيلعب دور هو المردود المادي. يعني في كثير من الناس عندهم كفاءات وعندهم إمكانيات ومهارات جدا جيدة، لكن فرصة العمل تضيع عليهم لأنه في ناس بيقبلوا أقل أجرا بهيدا المجال. أي النقطة كيف قدرتوا نوعا ما من خلال هالمنصة تحافظوا عليها؟ يعني أنا حافظ على حقوق هيدا الشخص بحيث أنا ماديا أقدر أدره وأقدر كفاءاته، وبنفس الوقت لأنه القطاع الخاص نوعا ما كمان في بعض التفاصيل والخفايا كثير من الناس بتجهلها، فهي نقطة كثير مهمة. يعني في كثير من الناس بتقول لك أنا الوظيفة ما حصلت عليها بسبب المردود المادي، لأنه في عالم مضطرة بتاخذ سعر أقل أو أجر أقل فأخذ مكاني اليوم. تمام. هلا أنا بنصح كل الباحثين عن عمل، في عندك نوعين منهم، نوع بده يبني خبرة ما عنده خبرة بالسي في، أنا هذا بنصحه يقبل بأي عمل لأنه بده يحط شيء على السي في حتى يقدر ينافس ويفاوض للوظيفة الثانية. أما الباحث اللي راكم مهارات فأنا بنصحه نصيحة أنه ما يترك شغله قبل ما يلاقي فرصة وظيفية أفضل. عم بيصير هلأ دائما عنا والحالة عم نواجهها، بنترك شغلنا عم ندور على فرصة أفضل بالمردود المادي. صحيح. مو بسهولة حتلاقي هاي الفرصة بالمردود المادي، وقدراتك بالتفاوض على العمل الجديد وأنت تارك العمل حتكون أقل، فلذلك بدك تبني مهارات أكثر. وغير هيك مثلا في ناس يقولك أنا راكمت خبرة 10 سنين بس ما عم تأخذ المهارة المطلوبة بسوق العمل. صحيح. إجا الوقت أنك تبني المهارة. يعني أحيانا بتلاقي خريج جديد عم يأخذ المهارات المطلوبة خلال هلأ سوق العمل بأدواته الجديدة، عم بيحصل فرصة عمل أفضل من واحد مراكم 10 سنين خبرة وما عم يطور بحاله. فالتريك هون والشغل اللي لازم يشتغل عليها الناس كلياتها تطوير المهارات. بيجوا شهرين قعدنا فيهم ببيوتنا، في كتير ناس بعرفهم عن طريق المنصة وغير المنصات، رائعة جدا المنصات، قدمت دورات تدريبية طورت المهارات وعطت شهادات افتراضية أيضا. هدول الناس استغلوا الوقت حتى بأوقات الأزمة والجائحات قدروا يبنوا مهارة جيدة. وهدول اللي قلنا عنهم بعد كورونا رح تتغير حياتهم، كورونا أثرت على بعض الناس سلبا، ولكن في بعض الناس أخذوها ستيب، خطوة تحدوا فيها نفسهم لا ينطلقوا. بدي أخذ تفصيل من حضرتك عن جوب جيت، قلنا أنه أنتم عم تنزلوا بيانات الأشخاص شو بيتميز، وبنفس الوقت الشركات شو بدها، يعني حالة من التشبيك. تمام. هل اليوم قادر أنا كباحث عن شخص بده عمل من خلال جوب جيت بقدر فوت شوف البيانات اللي نزلوها الأشخاص؟ كيف آلية التشبيك رح تكون على المنصة؟ هذا سؤال كتير مهم. هل أنا فيني دور عن شو بقدر لاقي من الشركات، ونفس الشيء الشركات تقدر تشوف السيفيات الأشخاص الموجودة؟ كيف رح تتم الآلية على المنصة؟ 100%. هلا أول شيء الموقع هو www.jobgate كلمة واحدة .sy. أتمنى الكل يعرفها، واليوم يفوت يعملوا ولو سيرش صغير عنها ممكن يستفيدوا. تمام. يا ريت، لأنه كل واحد فينا بحاجة. أنا عن نفسي حاطط طلب توظيفيها وبنفس الوقت معلم بالشركة تبعتي، يعني أنا طرفين يعني عم جرب وعم شوف كل شيء. تماما. هلا أول شيء في عندك أول ما تدخلي على الموقع بيسألك أنت باحث عن عمل أم أنت شركة؟ فإذا أنت كنت باحث عن عمل بوجهك بدك تكتبي سيرة ذاتية باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ أول شيء بيقول لك بدك تنشئ حساب حتى تصيري واحدة من الكلاينتس، يعني الناس الموجودين على الداتا، عميل ضمن ال تماما. هذا الشخص بس يصور طالب عمل بيبعث لك إيميل على إيميلك إنه تم فتح حساب لك، رجاء اكبس على هذا الرابط حتى تفوت تصير. هي عبارة عن دقائق وليس أكثر. حتى هي عاملين لفيديو تعليمي للباحث عن عمل كيف يفوت يسجل حساب،
يعني بيكبس على الرابط بيفتح له صفحه يعني على اليوتيوب بتأرجيه تماما بشكل مصور كيف ينشئ حساب. انشا حساب وعمل كل البيانات، في بيانات بياخذها كثير نحن، هي البيانات بتروح لمحلها بمكان سي في، سي في نموذجيه اما باللغه العربيه او بالانجليزيه، حتى هي السي في في بيقدر يعمل لها برينت وياخذها يروح يقدم على اي شركه بالواقع. يعني صار عنده سيرة ذاتية منظمة بس من خلال معلومات، هو لا تعذب، لا حط هوامش، لا انتقل لغة، لا صحح ولا أي شيء، هو بس عطى معلومات عم يسألوه عنا اللي هي حاطينا لحنا معلومات مقياسية لأي طلب توظيف داخل كل الشركات وبالاتفاق مع كل الشركات. بنى هاي السيرة الذاتية اللي فوت هلأ صار هو عبارة عن شخص عم يعمل براوزينج وعم يبحث عن بقلب سوق كتير كبير كل الوظائف، بيكبس على شركة من الشركات ولتكون أي شركة سين من الاتصالات، كبس عليها وشاف شو في عندها فرص وظيفية. في عندك آلية البحث نوعين، عم تبحثي عن نوع الوظيفة ولا عم تبحثي عن اسم الشركة؟ تبحثي عن اسم الشركة عندك مزدلة كاملة أكثر من 41 شركة لحد الآن هن كبرى الشركات في سوريا، فبتشوفي داخل كل شركة في عندك عدة وظائف بعدة مجالات. أما إذا بدك مثلا تبحثي عن وظيفة كمحاسب، في يبحث بالأكاونتينج بيكبس بيطلع كل الوظائف الأكاونتينج بكل الشركات، فعندك خيارين للبحث. نرجع للشركات، الشركات نفسها هي بدها تحط مع إعلانات عنهم، تجي الشركة هنطلب بعض المعلومات، كله مجاني مش مأجور، كله مجاني. هي الأساسا فيها هي تطوعا ومجانا، مشان احنا الهدف تبعنا مسؤولية مجتمعية أكثر من ربحية أبدا، ومدعوم من قبل الجميع. وفي كتير ناس الحمد لله هلأ بما أنه عم يعرفوا أنه في مسؤولية مجتمعية عم يدعمونا سواء برمجيا طيب. سواء ماديا. دكتور سريعا تقريبا عمر المشروع قد ايه فينا نقول؟ هلا شهر واحد مطلق المشروع والحمد لله في تجاوب عنا، صار نعرف قديش يعني تقريبا صار في تشبيك، قد صار في عدد تم فعلا توظيفه والتعاون مع الشركات ولا بعد ما في عدد؟ حاليا في عندنا اكثر من ما يقارب 900 سي في موجوده هلا، الموجودين هدول ابديتد هلا يعني موجودين. في عندنا اكثر من 81 وظيفه معلن عنا، في اكثر من 43 وظيفه تم تعبئتها، يعني نحن هدول 81 هلا قبل ما اجي هلا اكتف موجودين هلا عم يتعبوا. ارتكب في عندنا كثير فرص تدريبيه، لازم يفوتوا الناس كثير يشوفوا شو الفرص التدريبيه، هذا شيء كثير مهم. اكيد انا بتمنى يعني من كل المشاهدين انه هي وسيله حتى لو ما بدك وظيفه تعرف شو سوق العمل شو المطلوب منه. احيانا نحن ما بدنا نغير شغلنا بس بدنا نعرف على الاقل شو المهارات المطلوبه من سوق العمل. في بعض الناس حاليا عم بتدور على وظيفه او اثنين وثلاثه لحتى تقدر تعيش، يعني اليوم موضوعنا مع حضرتك كان كثير مهم. في ناس موجوده مثل ما قال الدكتور عم تعمل خدمه مجتمعيه، دورت لنا على بدايه الخيط، بقي نحن نكمل هذا الخيط. عم نفوت على فيسبوك نعمل احيانا كيف شكلي بعد 20 سنه، نكبس بنعمل كذا خطوه، خليني اشوف وين بقدر اكون موجوده وكيف بقدر اخدم حالي واخدم الناس من خلال هاي الخطوات على جوب جيت. شكرا كثير لك. احنا عاملين تطبيق موبايل هلا خلال اسبوع بيقدر كمان ينزل سي فيته معلوماته يبحث عن عمل على الموبايل، حليتوا له من جميع الجهات كل الامور يعني هو قاعد بالبيت يوزر فريندلي من جميع، هو قاعد بالبيت بيلاقي الوظيفه من دون ما يحس، بيتواصل بشكل يومي بصير معه كل التفاصيل على الموبايل، بشوف ابديتات بتجي مسج انه في وظيفه صارت هلا وفي حدا شاف السي في تبعتك. نتشكركم كثير دكتور لكم. منير عباس رئيس جمعيه الموارد البشريه، بنتمنى لكم التوفيق بهيدا المشروع المهم اللي بيعني يمكن جميع الشباب السوري اليوم اللي عم يعاني من كثير ظروف منا البحث على فرصه عمل. شكرا كثير لك. شكرا لكم وان شاء الله فرصه قويه للناس اللي عم تبحث عن عمل. أكيد شكرا كثير لك دكتور، يمكن فعل الخير شيء موجود بمجتمعنا، خلينا نقول جوب جيت هي من فعل الخير الغير المأجور، هو الفعل المستدام إذا فينا نقول، لأنه بالنهاية رح عم تعطيه ما عم تعطيه سمكة عم تعلمه الصيد، مسؤولية مجتمعية. شكرا كثير لك شكرا دكتور.